السلام عليكم ورحمة الله. أزور فلاوي عصابة أولي الأحرام اللي راهي مسيطرة على الجزائر وشعبها، لعبتها هذه الأيام قال نتحركوا دبلوماسيا، نتحركوا على الساحة الدولية. الساحة الدولية هذه واش نيلي راهي تحرك فيها؟ نيجر، موريتانيا، ليبيا، نيجر، مالي، يعني تروح مكانها. واش راح تستفاد الجزائر من هذا وكاع؟ هما محتاجين، نيجر هو اللي محتاج لك، ومالي هو اللي محتاج لك، وموريتانيا اللي محتاجت لك، وليبيا محتاجت لك، وتونس محتاجت لك، وبقى دور في هذاك النهار. روح اخرج لاوروبا وجيب مشاريع تاع استثمارات، روح للصين وجيب مشاريع تاع استثمارات. الصين حبست كل الاستثمارات منذ 2019، مبقات ولا استثمار واحد صيني، تميني حبسوا المشاريع تاعهم كامل. اوروبا يا ماش قاع سمع بكم، ماش قاع سمع بالجزائر. وانت واش راح كيما تجيش عند اوروبا وامريكا والصين ما تجيش عندهم استثمارات، واش راح تدير بيهم الاخرين الباقي؟ تحتاج الى استثمارات اجنبيه باش تخلق فرص عمل. انت غلقت لوزينات، غلقت شركات تاع الناس اللي كان مدير وكان نائب مدير وكانوا اطارات وتقنيين، سواء عند علي حداد او عند حكوت او عند اللي يكون ينافى وغيرهم من هذوك رجال الاعمال اللي راهم في الحباس، اللي كان اوفري، اللي كان كونطابل، اللي كان كامل في الشوماج. راك حطيت مئات الالاف من الناس في الشوماج، بعد رايح للنيجر، راح دير انبوب تاع غاز النيجر، اعطيهم من غاز باطل ياك. نيجر مساكن غير تاعات برك. لما كانت الجزائر تصدق على الدول الافريقية، كانت شبعانة، وكانت هي الاستثمارات البترول، دران البترول نستثمروهم وبنينا وزينات. انا ما نتكلمش هكذا تاع كلام، لا، ننطلق من الواقع. كاين واقع، كانوا الدراهم اللي يدخلوا تاع البترول بنينا بهم وزينات ومركبات ضخمه، بنينا بهم مركب عرزو، مركب سكيكدا، مركب عنابه، ما كانش ولايه ما فيهاش وزينات كبار تاع ينجو. كنا ننجو، الناس كانت تخدم، ما كانش شوماج. كنا دي زيتوديون، كنا دي زيتوديون، نروحو نخدمو في الحقل ديالنا. لي صحافي يخدم في الصحافة، ولي كونطابلي لي يدرس علوم اقتصادية يخدم في بنكة ولا يخدم في كدا. ما كانش تاع لي يروح يغسل ماعن ولا قابس، ما صابش ايتوديون، ما صابش يخدم، لا، لأن فرص عمل كانت موجودة. حتى اللي ما يسجلش في الحق تاعو راح يعلم، راح يقري في التعليم، كان نيفو عالي. ما كانش حنا شو، وذاك الوقت كنا نستقبلوا طلبة أفارقة من موريتانيا، من مالي، من نيجر، من كل جهة، كانوا يجوا يدرسوا في الجزائر. والجزائر كانت لي تران كان نديروا الآخر، التران هذاك تاعنا مثلا نشرو حاجة جديدة، القديم هذاك ما نرموهش، نمدوه لموريتانيا، نشرو طوموبيلات جدد لابوليس لاجوندارموري، هذاك الماتيريال لي فورمي يعطيه لموريتانيا، محتاجين يعني خير ملي ترميهم. سمعت، مد المالي يعاون النيجر، نعاونو هكذا. والدبلوماسية الجزائرية ما كانش مبنية على النيجر وليبيا وتونس ومالي وموريتانيا، لا، كانت مبنية الفوق، تلعب على الكاتري في تشامبيونز ليغ. افريل 74 الجزائر قل لك دورة استثنائية لجمعية الأمم المتحدة، على ماش مراجعة النظام الاقتصادي الدولي، نعم، إحداث نظام دولي جديد، لأن النظام اللي كان موجود فيه استغلال الشمال للجنوب، نعم،
اي الجزائر كي راه قول لعم مرض رقيدي راه الى قال التبوني كونفوكي مشي راح ما يسمع بيك. الجزائر كانت قاطعه العلاقات مع امريكا بسبب حرب الشرق الاوسط بسبب فلسطين. ولكن لما نيل امسترونغ طلع للقمر طلع على سطح القمر ومشى بعثوا الجزائريين كفري في الحجر تاع القمر وفيه بزاف حوايج هذوك لي ساشي تاع واش كان ياكلوا لي كوسمونوت ودرابو تاع الجزائر فوق لو كفري هذاك. نعم القدر وداروا انا كنت صغير دخلت ورحت شفتها في لا بيبليوتيك ناسيونال في تيريمني داروهم اكسبوزيسيون في البيبليوتيك ناسيونال. هاي الدبلوماسيه الجزائريه امريكا تستعرف بيك امريكا تستعرف بيك. كان كورت فالدهايم النمساوي كان هو الامين العام للامم المتحده يبعث للجزائر البومدين ميداليه السلام لأن الجزائر كانت تسعى إلى السلام وتعمل من أجل السلام في العالم. يا وعدي جاي الدور لي على النيجر وعلى موريتانيا يوم بيش دو سا يخي درتو هذاك قال هذا يا واحد خاص بأفريقيا والمغرب العربي وسمعت دول مخالفة الصحراء الغربية هذا السي عمار بلاني ما هو اللي يروح لموريتانيا هو اللي راح لموريتانيا وعلاش باعثين العمامره لموريتانيا ولا يديروا دوبلون ولا هذا يقعد في الدار ودول الساحل وكان يا اخي دايرين ثاني كيف كيف قال لك هانا نديروا بوج مع دينمي قال لك هذا مكلف بالقضايا الافريقيه يبعثوا هو للنيجر وعلاش بعث العمامره اللي فيها فريد ميسيون كيما نقولوا باش يدي المصروف مير وعلاش دايرين هاد المكلفين بالقضايا هادوما تمسخروا بالناس ولا دير مكلف قال هذا مبعوث هذا بلاني قال كذا مبعوث للصحراء الغربيه ودول المغرب العربي اه صح هذا بعد الصحراء الغربية يقدر يروح للصحراء الغربية يمشي للدخلة ولا عيونه يمشيش الماريكان كي داروا مبعوث لأفغانستان يمشي يدخل أفغانستان تتمسخر تقول لي مبعوث للصحراء الغربية تمسخر تبروح هاي يروح للمغرب ها ما يروحش هاك قاطع علاقة دبلوماسية دونك ما يروحش للمغرب كش هذا ندير مبعوث اللي ماهوش قادر يروح للجهات المعنية ما هو قادر يروح للصحراء الغربية ما هو قادر يروح للمغرب باش مبعوث بالخروط طويلة سي سا لما تكلف واحد بملف تاع صحراليزم ويقدر يروح او يروح لتندوف يا متاع البوليسير راهم يكونوا في الجزائر سيتو لانه هذا ممكن بقضية الصحراء الغربية يجب يروح يشوف باش يحل المشكل بين المغرب والبوليزاريو دونك يلزمو يمشي للمغرب ويمشي يكون حيادي يكون نوتر ما كاش لا نوتراليتي دونك راكم تفوا في رواحكم ما كان دبلوماسي لان كان قلتها ونعاودها باش تقدر تتحرك على الساحه الدوليه يلزمك تكون بيتك مرتبه انت بيتك مخروبه لما واحد بيته مخروبه يقدر يخرج للجيران ويجي زعما كيفاش يدبر عليهم واش يديروا كيفاش يسيروا لا ما يقدرش قولوا انت نهار كامل تضرب في ولادك نهار كامل تحوش في ولادك نهار كامل هذيك حاربين لك من الدار اي كيما راهي هكذا الظروف الجزائر نهار كامل هو يسجنوا هما يقبعوا والناس حاربين حارقين فوالا وتجي انت تتكلم باش زعما تعطي حلول للدول الاخرين النيجر واش سنا منك كاش مصروف ما عندكمش مصروف انتم محتاجين مصروف موريتانيا كيف كيف تسنى تحوس كش مصروف قاع يحوسوا على المصروف تونس تحوس على المصروف قاع يحوسوا على المصروف وانتم تحوسوا على المصروف انتم ما عندكمش مشومرين دراهمكم خليتوهم سرقتوا دراهم الجزائر ما كنتوش قادرين تعاونوا دوك الاخرين باش نورمالمون هذوك لي بي دافيون تاع العمام راه خساره فيه
باسكو سي بير دو طون اي دارجون، وتتعين لي اخر قال هذا مكلف بكدا وهذا مكلف بكدا، ما كاين لي مكلف بهذه لا وقالوا زعما رو ديبلومون ديبلوماتيك باش الناس تحترمك والناس تسمع لك وتقدر تدبر عليهم. سقم بيتك، رتب بيتك، الناس ما صابتش واش تاكل في الجزائر، النار شاعلة في الأسعار، ودوك كاين فيديو عليها، النار شاعلة في الأسعار، تجي انت دوك تحب تلعبها، تعطي دروس للناس، امشي، انت محتاج دروس، وما تقدروش تاخدو دروس لأنكم أغبياء، لأنكم نيفو تحت الرونجرز، على هذا ما تقدروش. الناس راح تجيب استثمارات اجنبيه، انتما رايحين للنيجر تمسخر ولا ورايحين لموريتانيا ولا ماشي مساله حقره ولا لا، كل واحد يشوف مصلحته. انا تهمني مصلحه الجزائر، ما تهمنيش مصلحه النيجر ولا موريتانيا ولا المغرب ولا تونس ولا غيرها، مصلحه الجزائر فوق كل اعتبار، والباقي سيدي خروطو. قاعدين نديروا دو شير بلاس باش تهفوا الراي العام الجزائري، قال لكم ما نحتاجوكمش ما على بالناش بكم. الجزائري قال لكم هنا لا عبالناش بيكم، واش راكم ديروا في الخارج، فوالا ما يسحقوكمش، ارحلوا طبقوا روحوا، فوالا هذا مش نقول لكم. عم بالكم تهفوا الشعب الجزائري، شوفوا شوفوا رانا مسموعين في الخارج، رانا محترم. شكون احترمك في الخارج؟ حتى واحد ما يحترمك في الخارج، حتى واحد ما يحترمكم في الخارج، ولا واحد. تبون شحال من زياره عندنا للخارج، وين مشى؟ ما يقدرش يخرج لا في الجزائر ولا في الخارج. نتبون ما يقدر لا يقوم بزيارة لأي ولاية في الجزائر ولا لأي بلد في الخارج، يقدرش مبهذل مبهذل، ما يقدرش. تقعدوا بالغاشي تقول لي حركة دبلوماسية ورانا غدا وهذا الجزائر باش تستعيد مكانتها في الساحة الدولية. امشي برك ما تخرج، جبتوا ليبيا زال ليبيين درت لهم اجتماع وكذا، قال غير دول الجوار، يعني المغرب انتم ماكوش دول الجوار ماكوش معنيين ما تجوش، سمعت؟ واروح يا ريبان قصر 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 معاكم بعد حكم الطياره وراحوا الرباط. فوالا شفتوا كيفاش، شفتوا كيفاش خديتوا البخصه، وين راح الملف الليبي ذاك؟ الله يقدر الخير لبلادنا، الله يبعد عليها ولاد الحرام الشميتية الحرايمية. السلام عليكم ورحمة الله.